السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا بصور لكم النهارده من منطقه اسمها هويا بوينت لوك اوت. دي منطقه في غرب اوكلاند، بتبص على بحر التازمان، البحر اللي بين نيوزيلند واستراليا. فالمكان الطبيعه بصراحه حلوه جدا. انا بحاول اوطي صوتي علشان تسمعوا صوت البحر وصوت العصافير والطبيعه. طبعا في ناس موجودين في المكان، بس ان شاء الله تستمتع معايا بالمنظر. انا هروح اوري لكم المكان. مكان جميل قوي هنا بصراحة. المفروض هنا بحر التازمان اللي بيبص على استراليا، المفروض اللي هو من هناك، من النقطة اللي هناك دي خالص. هنا ده الجزء الثاني. المكان تقريبا حوالي 50 دقيقة من شمال أوكلاند علشان نروح المكان ده، أو ممكن حوالي 45 دقيقة من وسط البلد لحد المنطقة هنا اسمها هويا بوينت لوك أوت. هنا البحر في الآخر، في أمواج طبعا. هنا هادي لأنه يعتبر زي خليج شوية. المكان هنا كمان مشهور بعصفور الفانتيل، قدامكم هنا. بس الفانتيل ده ان هو ديله بيبقى شبه المروحة كده شوية. انا بحاول ان انا اقف ما اتحركش عشان يجي اتفرجوا عليه. موجودين كتير جدا هنا، اللي هو العصفور اللي هو اسمه فانتيل، اللي هو بيبقى ديله بيبقى شبه الفان، مروحة. شكله حلو جدا، سبحان الله. حابين نقرب شوية، اكيد هيخاف ويطير، بس حاسة ان هو ودود شوية.
منظر جميل طبعا. رب تكونوا استمتعتوا بالمكان، مكان هويا بوينت لوك اوت. شكرا لكم، استنوا الفيديو تاني.